يمان حجالي بموقف لا يحسد عليه بسبب أحد المشاهد بمسلسل ولاد بديع. نادين نجام بمسلسل 2024، هل يا ترى كان قد التوقعات يما لا؟ بسمة وهبي في موقف صعب بسبب أيتن عامر. راغب علامي يحيي حفل للسحور والجمهور مصدوم. جليلة ترد وتهاجم بسمة بوسيل بعد ظهورها بأحد المقابلات. شو هي الماركات يلي عملت إعلانات مع بنين الموسوي؟ إضافة لجولتنا الأسبوعية على نايت كلابات متقاعدي السلك وشوفيريت الكاميون ومواضيع أخرى مثل العادة، ما رح فيكن تقفوا ولا موضوع، خليكن متابعين. يمان الحجالي يلي هو كاتب مسلسل ولاد بديعة وممثل رئيسي فيه، سأله أحد المذيعين إذا كان هو بيهدف بكتاباته أنه يداعب المشاعر أو يداعب الغرائز. خلينا نشوف شو جاوب ونعود للتعليق. هذا اللي عم حاول أعمله بمشروعي بدمشق، حريصين كل الوقت على أنه نصنع مشروع لحم ودم قريب للناس، يخاطب وجعهم ويخاطب يومياتهم، على أنه نعمل مشروع يداعب غرائزهم. هذا غيرنا بيعمله. أنا ولكن تاني يوم بعد إجراء هيدي المقابلة نفجع بأحد المشاهد الصادمة بمسلسل ولاد بديعة. لتفهموا عن شو عم بحكي خلينا نشوف. شوفت عينك كل الوقت قاعدين ومتفرعين. بيسلم عليك الكلسون الطويل وبيقلك تاني مرة قبل ما تتفلسف وتروح وتطلع مقابلات على القليلة سكر السحاب ولي تحت الأرض، رايتكن شو بتحبوا تتفلسفوا وتكونوا غير واقعيين. يعني إذا مسلسل ولاد بديعة يلي كان هالقد جريء وما بيداعب الغرائز، شو تركتوا لغيره؟ ما خليتوا فيه كباري، رقصات، ليلة دخلة مع مرة قد أمه، مشاهد على التخت، مشاهد بالمغطس، إلخ إلخ إلخ، لا كل هذا وصحابه مفتوح، وبالآخر بيقلك لا نحن ما عم نعمل عمل يداعب الغرائز. يا أخي بدنا نروح، ما العالم إيش عاو شايفة، ما تتفلس، فخلص قولوا عم نعمل عمل لحتى يصير ترند ويحقق نسب مشاهدة عالية، بس عشوي رح نجي تندقلك يعني نوبة الآداب عشوي. خلص. وأخيرا عم بيتم عرض مسلسل 2024 بطولة نادين نجام وأحمد الأحمد، ومن بعد ما شفنا أول كم حلقة عن هيدا العمل حابب أعطيكم رأيي بالمسلسل. خلينا نشوف مشاهد سريعة ونعود للتعليق. هلا ما في شك انه المسلسل حلو وبينحضر وفيه احداث تشويق وبيضل المشاهد على اعصابه، هيدي ما اختلفنا فيها، بس انا اللي زعجني هو المبالغه بالاكشن. يعني ما حسينا الا نادين نجام، جاكي تشان العرب وبروسلي، يعني بدنا نروح على شوي بقال بحوطها 40 50 واحد من اعضاء العصابه بتقوصهم كلهم، هي ما بيصير لها شيء. انخطفت على شوي، شفناها طالعه من الشامينيه من المدخنة، يعني سانتا كلوز وما عملها هيدي. بدنا نروق، وشو هالعصابة الفاشلة، يعني ولا عصابة الرداء الأبيض ببوكيمون، يعني ما حلو هالقد المبالغة. يعني حطوا تشويق وحطوا إثارة بس ارحموا عقولنا، يعني بدنا نصدق انه هيدي هالأحداث واقعية. انتو ما نكون عاملين فانتازيا، انتو عاملين عمل لاحق لعمل 2020 كان كتير واقعي، بينما المسلسل السنة مع انه حلو بس ابدا ما خصه بالواقع. بس ما وهبة زعلانة من ايتن عامر لانه مش مراعية بمسلسلها والمشاهد الجريئة اللي فيه برمضان. خلينا نشوف شو سألتها ونعود. ده انت بترقصي من اول حلقة في المسلسل، يا مش مراعية رمضان ابدا، الدور جريء. مش على الهرم كنت طالعه رقاصه، بس مش في رمضان. وانت رماناتك بيسلموا عليك وبيقولوا لك في ايه يا حجه، في ايه يا حجه، ما قبل ما تروحي وتراعي فلان وعيلتين راعينا نحن بالاول، ضبي بضاعتك نصها طالع البرة وبنص شهر رمضان عم ينعرض برنامجك، الكي عين تجي تساليها ليش عم ترقصي برمضان، وانت ليش مفتحه برمضان، ما قبل ما نجي نتفلسف على العالم و نشوف حالنا بالأول،
لا وبكل ثقة يا ريت ايتن عامر انتبهت تقلها وانت شو عاملي برمضان هديكي ما معها خبر قال عم بتدفع عن حالها ما اختي فهي صاروخ ارض جو بتفهم ما بيعود الى عين تسألي. احيا الفنان راغب علامه مناسبه حفله سحور بمصر مع حضور عدد كبير من المشاهير المصريين مثل ناديه الجندي بوستي شلبي والهام شاهين وغيرهم. خلينا نشوف مشاهد سريعه ونعود للتعليق. تقبل الله صيامكم. احلى من هيك بارتي ما فيه. سحور بارتي هاوس. بتاكل لك قطعتين جبنة بترجع بتهضمها. يلا رقص وتعبيط وتبويس. يعني شو الواحد بده يحكي ليحكي. فعلا شي صادم انه صار في سحور بارتي. فجور بارتي. شو الواحد بده يحكي تيحكي. يعني معقولة يا جماعة. السحور معمول لحتى الواحد انه مشان تيسهل الصيام وبياكله لقمتين وبيرجع بيصلي الفجر وبينام مش منرقص ومنتشخلع يعني بعد في ليله القدر ما عملتوا لها بارتي. الله يستر هديك السنه حكينا على الفطور هلا السحور. السنه الجاي بتوقع ليله القدر يحيوها ببارتي حضور هيفا وهبي وراغب علامه والله اعلم مين كمان. من بعد ما أجرت بسمة بوسيل أحد المقابلات مع أحدى القنوات بتطلع جليلة معصبة وشايطة وبدها ترد بكل ثقة على تصريحات لبسمة. خلينا نسمع شو قالت ونعود للتعليق. طلعتي في البرنامج وطلعتيني إن أنا إشاعة أو أنا أطلق الإشاعات في سبيل إنه أنت قاعدة تطبلين لشخص معين لمصالح خاصة. هذا الشيء لا يعنيني ولا يخصني ولا يهمني والله العظيم. بس بما انه انجابت سيرتي والله انا انسانة تخطيت الموضوع وما قاعد يجي الموضوع ببالي انت عارفين انه انا ما قاعد اجيب سيرة الموضوع هذا نهائيا على السوشيال ميديا حتى بيني وبين نفسي. مرة ثانية يا عزيزتي راسك هذا شفتي راسك طلعيني منه والله طلعيني من راسك وطلعي من عقدة جليلة خلاص لان انا نسيت الموضوع نسيتكم ونسيتك فانسيني يعني انسيني اطلعي من عقدة جليلة عشان تعيشين في سلام. واضح قديشك ناسي هيدا الموضوع يعني حتى انا حاسس انه عندك زهايمر من كتر مانك ناسي ولا تحت الارض ريتك. انا مش بس بحس انه مانك ناسي كمان انا رايحة عند شيخ وعملتي لحجاب وعمل سفلي كمان. ما شو هيدا يا اختي اصلا بكل المقابلة ما جابت سيرتك حكيوا بشكل مبهم عن الإشاعات وإنه شائعة لا أكثر ولا أقل. ما جابت سيرة جليلة بكل المقابلة. كيف أنت بتجي وبتطلعي وعيش الدور وخلص أنت يعني ما بعرف شو بعدك ناطرة. أنت بعدك عاملي مثل الدبوس بينك وبين متركيون. ما أصلا هي علاقتهم ما صحية حتى لو رجعوا بكرة بيرجعوا بيتركوا بعض يعني بس أنت ظالمي حالك هيك قاعدة عاملي مثل الناظر اللي بيراقب الملعب عم بتراقبي ايش عم يعملوا بتقعدي بتطلعي مقابلات وبتحكي عنه وعنا. شوف في حياتك روحي تجوزي الف واحد بيتمنى عليك مش تضلك بالناظور ايش عملت وايش قالت. فرشخي فوقهم وكملي ولي تحت الارض ريتك جرسينا. بنين الموسوي قررت تعمل اعلان لماركات عالميه بس الموضوع اخذ منحى اخر. ليش؟ خلينا نشوف. طبعا اول ما جبتي هاي الحقيبه كلش حلوه تعال شنو يا اخي شنو ياي هاي وصلت لي من شركة MBC شوفوا اذا تعرفون هذا اللوغو من MBC طبعا هذا ماركت شي ان كلهم ذني من ماركت شي ان حلوة يا شنو زارة من شركة زارة شركة زارة شكرا حياتي على هالهدية شركة زارة شكرا الشركة زارة وشكرا على هذا الأرض الرمضاني. الماركات في ذمة الله ولي تحت الأرض هيك قديش سامعين نحن بماركات أول مرة بسمع إنه في ماركت MBC
بعد ناقص تجيبي لنا ماركة روتانا أفلام وسبيس تون وناشنال جيوغرافيك وبتكمل معنا. ما خصك بالموضوع كله أنت، أي ماركة رح تبتلي فيك وتجي وتعطيك تعملي الإعلان من وين السئة، على حواجب الشفاطة ولا على الأناقة الاستثنائية ولا على الذكاء الخارق؟ ما حدا ببل بإيده فيه. الله يسترها شركة زارة من بعد ما دسيتي لها اسمها. شكل الأخت جاي شاري بضاعة من الشي إنه حب تلعب الدور ليجي إعلانات، يعني قلت لك يلا إذا ما أنا بعمل لهم إعلانات ببلاش بركي بدقولي، بس بحس بعمرهم ما حيدقولك، يمكن يرفعوا عليك قضية الله أعلم. ولي تحت الأرض ريتك جرسينا. جولتنا الأسبوعية على نايت كلابات متقاعدي السلك وشوفارية الكاميون، موهبة جديدة استثنائية، خلينا نشوف. خابت العزيز بروحي ضبطه والله زعلك لحرق عليه بيت أسحب من طلوع أفسام انا حسس لكم يا جماعه انه هالفنانه كانت تبيع خضره وجاي بالدشداشي دغري من سوق الخضره بالباب الشرجي على النايت كلوب. شفت لكم انه بدل ما تقعد وتبيع خضره بالشارع وتشتع عليها ما بقى تنفعها، قلت لك بروح برقص لهم نتفي وبلف لهم الدريال بدل ما تشتي مي علي بتشتي مصاري. عملت لي مثل خالتي فرنسا بفيلم عبلة كامل، يعني موهبة رائعة، صوت وصورة ودشداشة لن تتكرر. ولي تحت الأرض ريتك جرسينا. بلوجر مصرية تدعى فاطمة قررت تروح على الخطبة وقررت تشارك الجمهور يلي بيتابعها بالإطلالة يلي رح بتروح فيها على هيدي المناسبة. خلينا نشوف ليش المقطع صار ترند. عندي النهاردة خطوبة ومتحمسة قوي وجت فجأة، أنا عايزة ألبس الدريس ده، هو طبعا من ورا زي ما انتم شايفين مفتوح كده، فأنا هلبس تحتيه الدريس ده. طب بينا نشوف الفاينل لوك هيكون عامل ازاي. انا لبسته بس لسه هعمل فيه شويه حاجات، هعمل دولت حزام للدرس. دلوقتي انا يا اما البس الكود ده يا اما ده، وانا هختار ده، حاسه عامل ماتشنج وشكله حلو قوي. هلبس الشوز دي، هي فيها لونين بيج وبني، هتبقى عامله ماتشنج تحفه. لا وبكل ثقة عم تعطي نصايح للعالم شو يلبسوا، وهي عاملة مثل مجمع الدبس بنص العرس تحت الأرض. رأيتي شو الواحد بده يحكي لا يحكي؟ لا وبكل عم تعملي ستايلينج للعالم ورايحة مثل الشرشوحة على العرس. على السريع يا أختي اعتزلي هيدي المهنة، ما أنا اللي بقتلك أبدا. روحي افتحي بسطة كشري، بسطة فول، بسطة طعمية، بس اتركي الستايلينج لأصحابه. مش غلط إذا جيت استعنتي بحدا بيعرف يلبق التياب ويلبسك إذا أنت عندك عدد كبير من المتابعين، بس تجي وتروحي بعيد المنظر وعم تنصحي وتعطي نصايح العالم شو يلبسوا، لا هيك شي كتير. ولي تحت الأرض ريتك جرسينا. هيك منكون وصلنا لنهاية هيدي الحلقة. مثل العادي ما فيني إلا ما أتشكر جميع الداعمين يلي عم يشجعونا على تقديم المزيد من هيدا المحتوى الترفيهي من خلال ميزة السوبر تانكس. شكر كبير لآيا موناكو، شكر كبير لجميع الأشخاص يلي عم يتواصلوا معي على انستغرام لاقتراح المواضيع يلي في جزء كبير منهم شفتون بهيدي الحلقة. إذا كنتوا بتشوفوني لأول مرة وحابين تشوفوا المزيد من الحلقات بنصحكم تعملوا سبسكرايب، وأهم الشيء لحتى ما يفوتكم أي شيء جديد إنه ترنوا الجرس لأنه اللي جاي أقوى بكتير.